وإذا دريت بها ربع الله والله العظيم إني أستعمل ما عليك زود عن الطلاق إني أتشرف بخوتك ما عليك إني أحبك بالله ما عليك زود سمعت أكلك ما أبشر بس عدك. ابشر بسعدك يا ابو علي ابشر والله بسعدك والله اني خالد انا وياك متخالصين دول الكاميرا جعلني فداك يا ابو علي ضغط في ضغط في امور في علوم مصلحه وش انت مسوي اليوم يا المر؟ يا ولد مثل ما سويت انت في السكريبت يا عتيبه ما اقدر غير رب العالمين ايضا هناك رابطه جماهير عتيبه الهيله والله ونعم فيه ضغط عالي مطير حاضره والعتبان حاضرين والمره حاضرين وايضا عيال الباطن حاضرين اهم من حضر شباب الباطن وكفى مع احترامي للجميع ولكن حضور شباب الباطن 606 يفرق عن الكل صراحة. من هو؟ حضور شباب الباطن. حضور شباب الباطن غير هو اللي خلى البرنامج لونه. لولا عيال كليب. شنو الله يسعدك. شنو الله يسعدك. أبشر الله. 600 ألف. أبشر الله يسعدك. أحمد رح يصدق. لو سمحت. أحمد رح يصدق. برا برا برا. وش ذا عربيتك وينها؟ العمر بكم الله يحييك؟ عشان تدري ايش الفرق دقيقة 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 شوف يا شيخ لو سمحت معي شوارة لو سمحت يلا يا برا شوف الشيخ شوف الشيخ يلا برا برا يلا برا يلا برا لا تدخل هدر أحمد الحيب وش يا ابو هذا لا يدخل ما معه سواره لا يدخل مسوي هو احمد وش يا ابو حضور الجماهير حضور الجماهير الحضور غبير جدا 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 ما شاء الله تبارك الرحمن حتى الجمهور واقف ما لهم كراسي وبحضور الاعلامي الكبير سعد الشهري والاعلامي عبد الله الشهراني والاعلامي مسعود بن شعفول والاعلامي الكبير احمد بن رحيم والاعلامي الكبير تعال الاعلامي الكبير محمد بن محسن مرحبا ومسهلا جعل ربي يطول عمرك والاعلامي ايضا الكبير سلطان الهميلي والاعلامي الكبير فرحان الشلوي يا هلا والله ومسهلا بالجميع الحضور لا اله الا الله محمد رسول الله ولا انسى ايضا شباب الباطن 606 عيال كليب حاضرين ايضا هناك هم اللي محلين البرنامج ومحلين المسرح ما شاء الله تبارك الرحمن كلموا المخرج يحط لي الكاميرا كاليف يا على العين ما هوتها كفيفه يا بحريشة. اقطع حريتك يا سعد الشعوري بسميك سعد الشعوري عبر شاشه قناه السعوديه باجمل معاني السمو يضيء سمو البدر الله واحد لا اله الا الله يا الحضور لا اله الا الله لتتميز في إطلالتها الأخيرة الليلة القصيدة عروس تختال بغروب ثوبها الفرح بدر بن عبد المحسن ونعم ونعم يا حي بدر ويا حي الله ضيوفنا الكرام من الأمراء والسفراء نورتوا أمسيتنا الأخيرة في شعر حياتي. وحي الله متابعينا أكيد من خلال البث المباشر في حسابات البرنامج في منصات التواصل الاجتماعي تويتر تيك توك يا مال طولة العمر هلا يا مال طولة العمر اعضاء لجنة التحكيم في شعر فرحان 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 الجمهور اللي يا مسعود اطلق حجاجك وانا اخوك صغير اطلق حجاجك اطلق حجاجك خلي الشباري يركض اركض يا شباب صالح يا سلام 12 اربع عيادك بالله اربع عيادك الف مبروك اللي بيوصل معنا الليله الشاعر صالح ان شاء الله افرحوا يا يوم اعدوا وانا من سعد يستاهل 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 صالح يستاهل يستاهل يستاهل
على الطلاق نستاهل. سوي شغلك ابو سالم. مبروك سالم، مبروك باذن الله. ابشر بسعدك، ابشر بسعدك. الاهل الثاني بتصويت الجمهور. ما زياد، ما زياد بت... خيال الف. وانا بن سعد الريقي مشوشين. وبن سعد صدق اهلا بيها كل بدنا نطور بالمسرح. اوكي احنا ناطرين بس المخرج يبلغنا بالاسم. ما زياد، ما زياد توقع. ما زياد انا عثمان المتاهل الثاني معانا. ما زياد الوسم. خيال الف. وانا بن سعد استاهل، استاهل. لا لا الحماية عاش الريجي اللي ما في خير الربعة وبني عم ما في خير. هذا المطير كل ابوهم اللي من السعودية واللي من الكويت جعل الناموس فاعل. هو من دخل ذا المرحلة ما هو بخسرة. الله يوفق الجميع ان شاء الله تبارك الرحمن. أهل أمك يا بن مشيب. أهل أمك يا بن مشيب. يا بن مشيب مبروك، مبروك، مبروك. مبروك، مبروك، مبروك يا سعد. مبروك، مبروك للشهري التاهل. مبروك والله في منافسة. الشهري تاهل والشيباني تاهل والمري تاهل والوسمي تاهل المطيري. ايش بإذن الله في تحدي مع الله. كوفوا القبائل تذابحت. يا ولد، يا ولد، عينه خير، عينه خير. يا الله واحد. يا ولد فكني شر المري. يا ولد ابشر، ابشر. يا مري، يا مري فكني شر المري. يا ولد فكني. احلم، احلم يا مري، يا مري احلم، يا مري احلم. بيننا وبينكم لجنة التحكيم. احلم يا مري. الوعد بالمدى ولا بر البرنامج. يا ولد يا مري، يا مري احلم، احلم يا مري. يا الله وسم الشاعر الراية الاول. مرحبا ومسهلا، تو ما نور المكان. مرحبا ومسهلا، ارحب. بخير جعلك بخير. مرحبا بك. يعني والله تو ما نور المسرح يا ابو محمد. تو ما نور الرياض. جعلني مع دم راسك. مرحبا بك، جعلني فداك. ولد، ولد اليوم خرج فاز الكويت. رجع وشبي مسعود. هو شبي يا عيال لا تشلون بسبب التصويت خطا. يعني وصلوا معنا اكثر من حلقه شعراء اللي ان شاء الله ان من الليله يبدون. والله من ساعه الله يبارك في ذا البرنامج اللي خلانا نشوف الجميل احمد بن سلطان. المشكلة دي يا مرحبا. يا مرحبا ترى في فيلم. والله اني فرحت وكنت الشباب يوم شفت. جعلني يفداك والله العظيم اللي ما يعرفك زين النحز. يا بعد راح سلطان ويا كفتافي العزوم تشاف وعيون العباد مرايح. حمل يتعبني وحمل يتعب المكتافي. اتواضع ليه وانا مختلف للغايه واتكبر ليه وانا ما بلغت اهدافي. الله 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 عليك. من مطير العز والفخر والطار. واتكبر ليه وانا ما بلغت اهدافي. القصيد اللي يجمل ذائقه قرايه دون حقه ما وقف غيري مثل ميقافي. ودي انشد كل واحد مرمي على رايه واعتبره انصاف لو ما كان فيه انصاف. ويا كفتافي المدير، المدير، المدير الله يبقيك طول عمرك. هذه خصميات يا مدير. هذا مديرك 30%. اخو علي 30%. المدير لا تقول شيء. ها ما انا اقدر. لو يبي، لو يبي 100% اعطينا. وقف. امس دعمتك بثلاث تكفى. اقسم بايات الله. طيب انا دعمتك انت وقف لو سمحت وطلعوا هذا ما معه دعوه. اسمعني بحاج، بحاج هذا الفيلم موجود. اسمع عندي 24 مقطع ل 24 متسابق. دعمتك بثلاث، دعمتك
حبيبي. لا والله ما شفته صراحه، ما شفته الابتزاز. انت تعرف منطقتك اللي عندي وش بهاج، ابيعك بيت باسد، ارسل لك المقطع وارتب امور ونرجع ربي. طيب دعمتك بثلاث حبيبي برج دبي. انا اتكلم عن اسد، برج دبي حبيبي. ليش اسوي له؟ لازم اسد. ارحب يا مدير، انا جايب لك شخص ناجح متميز، متميز مبيعاته تقريبا مليون. مليون شغل 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 طالع هنا. لا تكلمني كلام نسق قبل شيء عشان اعطيك خبر واحترافي. ما بسيط. وين الشخصيه؟ والله باشو بحر، انا لازم اجيب حد بعد. كيف المبيعات عندي؟ قوي انت، قوي قوي. عطى عطى مقلب عشان يحبك. لا 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 حرام نطلع كلنا هيك مع صور زحكتي خلاص. باقي صفقه، باقي ورقه، اي باقي ورقه. تعال ضبطها بحلا. يا مرحبا يا ابو عوي. ارحب. كانت من شهرين يمكن، والحمد لله بالنهاية كل المنافسين كانوا زملاء وإخوان، لكن توفيق الله بعد كل شيء. اللهم لك الحمد. متعيقا ميز. مرحبا يا سعيد. مرحبا. مرحبا يا الشيخ. مرحبا الشيخ. جعلك تحيا. ما شاء الله تبارك الرحمن، والله من القبال الزين. ما شاء الله تبارك الرحمن. جعل ربي يوفق ذا الوجه. سعد طيب اللي شفناك الشيخ، وجودك تراه دعم لنا. جعل ربي، جعل ربي يطول عمرك الشيخ، جعلني مع دم راسك ومرحبا بك. يا مزيد تعرف يوفق ذا الوجه. الساعة الطيبة والله يوفقك وتستاهل الناموس. مسكين يتيم، يتيم. انت تدري هذا يتيم؟ دخل والله. اي والله يتيم. دخل ذا الباب. والله محترمة ترى، ولا يمدي اجي. اجحد اني دخلتك، اجحد اوريه. يقول حق اخوي قلت له جدني بتديرك، تذكر وجهي ذاك ما مسكتك في زاويه ما كنت عبد الله. صديقي صديقي اسمعني، سوار اعطيتني سوار. طلعوه يا عيال، هذا ترى مريض. ما يودينا على السياره دي الزينه رجال، مش على موتري كذيك فيك انا مظلل امامي. يا ما تودينا؟ ما يمديها، ما يمديها مره، ما يمديها. ما يسرع، شرفت فيك. الله يسعدك. نجي كلاس. لا اكسنت هذا والله سوء المنقل. اهم شيء الاخوان تقضي لزوم. يجي اكسن تقضي لزوم. شو صوتها؟ رجال مش على موتري حق شاريه. بعدين تطلب الطلب وانت كذا على سؤال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نقدم اليكم ابناء الواقع وابناء سكريبت. نريد منكم برجر كابتشينو. برجر ايش؟ بستيك ايش؟ برجر ايش؟ برجر ترتل. انا يبي ترتل. ما حد رد. نقدم. السلام عليكم، الله حيه. وطلعنا من برنامج شاعر رايه. ابارك له اخوي مزيد الوسمي، والله يستاهل، والف الف الف مبروك. والمرحله هذه ما فيها احد خسره، والله العظيم ما فيها احد خسر. جينا بالصدق الجميع والله فايز، يستاهلوني والله. صراحه كانت حلقه ناريه، لا من شعار، لا من لجنة التحكيم، لا من حضور جماهيري. يا زين تنافس الرجال ما
شاء الله تبارك الرحمن، والله يوفقهم جميعا وعز الله العزيز اني اقولها من قلب صادق ما فيه احد خسر. اي والله والله يوفق الجميع. ابي اسمع الجمهور. لا مستحيل اخوي انا بليسك. والله يا يعني ابو راس عنده عمل احمد ورب المصحف ما فيه حيله. العرب قدوت الله يسامح بس سامع عشق. الله يسامحك يا ابو عشق لكن باذن الله. متى متى؟ 23 نوفمبر باذن الله يا ابو محمد. انتظروا 23 نوفمبر. والله يا عند احمد عمل اكلمه اقول لو خمس ثواني رافض. اشهد بالله انه عمل جبار ما في حيله. انتظر عمل احمد رحيم 23 نوفمبر ما فيك حيله يا احمد. صح الله صوتك وصح لسان شعره. أحييك بث فجريات جبار جدا لا يفوت. كرها الشاي وتعال حبيبي. خلط الهواء من دون معرف ويش تاليه وطلعت وعيوني بزرق الدمع مبتل من الغربة وذكر الغلاء اللي ما عاد بي. مزاجي مهوب وكيه والنفس مختل تركته ولكن ما تناسيت ما أدري ليه. أصد وطيفة خافق الصدر محتل ترى اللي غروب الشمس ما هو بيثر فيه علي الحرام من جائر الشوق ما تل. ساق الله والغير.